يحتاج إلى سجن، بس هو محلي الأكشن، يسوي أكشن شوي. ما عمره يعني قتل طير أو كسر جناح طير أو كسر رجل طير، يلحق بس كذا يخوف ويترك الطير. ما هو يعني ضار أو مضر جدا، مجرد تخويف بس. مبطح ب 2500 دولار. وليت عاد لحمه زين، المشكله ما يكون لحمه كويس. انا ما احب البط والوز، هذا ما احبه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى صحبه الطيبين. بجعل اسود. انت ما اول مره تدخل معنا يا ربيع؟ هذا الخل خليت استرالي. هالطير هذا جميل، انا احبه والله، وما شاء الله يعني ممتاز في الانتاج. حياك الله اخوي ربيع، اهلا وسهلا. الوز السوان، الوز الاسود اللي هو هذا، وز غريب يعني، هو اطباعه شوي في شراسه. الخلخليت من اجمل انواع الحمام. الخلخليت جميل جدا، حتى حركاته يوم يجي يسوي الصوت وكذا، يفرش جناحه وذيله، يسوي حركات حلوه. اتمنى ان شاء الله نشوفه مره واصوره وهو يطرد الانثى ويحاول يستعرض، استعراضه جميل. وهذا جميل بعد السلفر هذا. وين رايح وين رايح؟ هذا النساج اللي في الارض الاصفر هذا. انا فاقد طيور، ما ادري ما اشوفها فعلا. طيور العصفور الذهبي مجموعة كانت موجودة، والله ما عاد أشوف منها إلا شيء بسيط. مشكلة الطيور الصغيرة هذه ما صعبة أنها تتعايش مع الطيور الكبيرة، فلذلك أنا أكثرها حاطها داخل الشبك هنا، قافل عليها في الشبك، في الشبك هذا. وأنا مقررت أني أسوي محمية زي هذه فقط للطيور الصغيرة، أعزلها عن الكبيرة هذه. الأجواء مرة روعة اليوم، شوف ما في لا مكيفات ولا شيء، والحين الساعة تقريبا 10 الصباح عندنا، الجو مرة روعة، براد. اي هذا الشيء اللي بيصير ان شاء الله، راح اعزلها واكثف طيور كبيرة من انواع اخرى، واخلي الطيور الصغيرة كلها بجميع انواعها مع بعض. بس احتاج ان شاء الله وقت، يعني انا عندي مشاريع ثانية، ماني فاضي شوي لهنا. راح اسوي جنبها هناك في الجنب هذاك خلف البيت الشعر هذا، في المنطقة هذيك كلها اللي وراء جنب الغزلان، يعني وانت جالس كذلك مع الطيور الصغيرة تشوف الغزلان.
مو احتمال، هذا أكيد. يعني شوف الطيور المتوحشة، الطيور اللي منتجة داخل المحمية هنا، هذه ما عندنا مشكلة عليها، يعني ما نخاف منها على الطيور الصغيرة، متعايشة معها. لكن الطيور اللي تجي جديدة هذه زي الطواويس الجديدة وتجي من برا، أو أي طير يجي من برا من الطيور الكبار، هذه هي اللي تؤذي الصغار. هذه مشكلة. ما شاء الله البطة هذه، يا حليلها. هذا القطة اللي يسألني عن القطة، وهذا الشيخ، هذا الشيخ المحمية. أتمنى أن هذا ينتج، وأتمنى الفلامينغو كذلك ينتج، يا ليت. طبعا يعني شبه مستحيل، لكن اللي عند الله ما هو صعيب. يا صباح الخير. ما شاء الله. هذا الطير اللي الصغير اللي جاي قبل الحمام، هذا اسمه القنبرة أو القوبع أو أم سالم، الثلاث الأسماء هذه يسمونها فيها. هذا عليه صوت تغريد شيء خيال. المساحة 800 متر مربع، مساحة المحمية 800 متر مربع. وين جاي الطبان هناك؟ نقول له الورشان حنا. طبعا هذيك راح تأكل ولدها، هذا فرخ ويا أمه اللي هناك. ما شاء الله الأيام هذه إنتاج الطبان هذا الورشان ما شاء الله كثير. هذا اللي تحت الفرخ واللي فوق الأم. حمامنا كله فوق هناك في البيوت اللي فوق. العزوز يا بابا. طيب الحين نجيب لك فطور ان شاء الله. يلا قوم عبيد، خليه يقوم يفطر بعد. يلا مع السلامة.
اي قالوا لي انه موجود عندكم بكثرة ما شاء الله. وش تبي تشوف فيني يا رجال؟ وش الله يحفظك. يا حنين حنين ابشر ابشر، الحين اطلع صورتي الان. وين اللي يبدل؟ اهلا وسهلا يا حنين، حياك الله وبياك، أسعد الله صباحك جميعا. وش تشوف؟ شيبة قد أبوك. حياكم الله في بثنا، وأسعدكم الله كما أسعدتمونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والرزق الحلال في هذا اليوم المبارك، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، ويبعد عنا وعنكم شرور الدنيا وأشرارها. قولوا آمين. وانا وش قاعد اسوي الحين؟ انا يا لبيك يا عراق، وش قاعد اسوي؟ اصور، انا قاعد اصور لك. انا اهلا اهلا، حياك الله. الله يحفظك ويجبر بخاطرك يا حنين، الله يجبر بخاطرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعمرها دار، اكيد من المغرب الاخ. لا ما دام لبيك يا عراق، من العراق ما شاء الله. حياك الله اخي العزيز. هذا العش اللي قلنا لكم